السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم فيديو جديد من قناة دكان فن. هنعمل فيه شغل صب حر. بما ان كتير اشتكى من اسعار القوالب بتاعت الريزن، فاحنا هنصب صب حر بالسيليكون الربر العادي اللي موجود عند الموان. محتاجين مسدس السيليكون، ومحتاجين اي غلاف شفاف. انا استخدمت المشمع الشفاف اللي زي ده، ومحتاجة طبعا ميزان المية، والسيليكون اللي بنشتريه من عند الموان اللي بنلزق بيه الاحواض والحاجات اللي زي كده، ولزق دبل فيس. بس ده كل اللي انا محتاجاه. هبدأ بقى افرد الشغل الشفاف اللي انا هشتغل عليه. ياريت يكون حاجة بلاستيك مقوى، ممكن نستبدله لو مش موجود باغلفة الدوسيهات اللي بتتباع في المكتبات. اهم حاجة تبقى بتلمع علشان تطلع لي الشغل بيلمع، مبقاش فيها الوان عشان ما تطلعش في الشغل. هلزقها باللزق الدبل فيس على الترابيزه بالشكل ده، وعملت الشكل اللي انا هشتغل عليه. عملت 3 دوائر بثلاث احجام عشان اشتغل الشياله الثلاث ادوار، وهبتدي انزلها تحت المفرش بالشكل ده. انا عملتهم دوائر بس انا هشتغل شغل عشوائي، هكمل كلهم ارسهم بالشكل ده بحيث ان هم يبقوا ظاهرين تحت المفرش واعرف اشتغل عليهم. تمام كده. هشوف بقى المكان اللي انا رصيت فيه الشغل بتاعي، اوزنه بميزان المية عشان ما يبقاش فيه اي انحراف او ميل علشان الصب يطلع مظبوط. تمام كده. اتأكد كويس قوي واخد وقتي واشوف الزوايا بتاعت الترابيزة كلها تبقى مظبوطة ومفيش اي ورقة معلية المفرش معاه. هبتدي بقى استخدم مسدس السيليكون بتاعي. اول حاجة هركب فيه انبوبة السيليكون. اللي عايز يعرف طريقة استخدام مسدس السيليكون وتركيب الانبوبة والكلام ده كله، علشان ما اطولش عليكم، هو فيديو لوحده هسيبه لكم في صندوق الوصف، او الفيديو اللي قبل ده على طول فيه شرح مفصل لاستخدام مسدس السيليكون. هركب الانبوبة كده واثبتها واضغط عليها المكبس، واشيل الجزء الامامي ده واركب القمع او اللي هو هرسم بيه السيليكون بتاعي. بتيجي معاه الانبوبة بالشكل ده، هركبها. طبعا سمك السيليكون انا اقدر احدده بان انا اقص من القلم بتاع السيليكون ده. هبتدي بقى اضغط وارسم شكل الدايرة بتاعي. انا هرسمه شكل عشوائي زي الزجزاج كده اهو، بس انا لما رسمت الدايرة رسمتها عشان احدد الحواف بتاعتي والاطار بتاع القطر بتاع الدايرة ومخرجش عنه. طبعا اقدر اعيد على الحواف دي اكتر من مرة، وده اللي هيحدد لي سمك الشغل اللي انا هشتغله، سمك الشيالة اللي انا هشتغلها. كل ما عليت الحروف بتاعتي باكتر من طبقة من السيليكون، كل ما ارتفاع الشيالة كان اعلى. وطبعا انا هعلي ارتفاع الشيالة فهعيد على السيليكون ده مرة تانية. ممكن استناه لحد ما ينشف، وممكن اعيد عليه دلوقتي، مفيش اي مشكلة. مرة واثنين ده ما يأثرش في السيليكون اي حاجة، بس اتأكد ان انا مش بعمل خط تاني جديد، لا انا برسم على نفس الخطوط اللي انا رسمتها قبل كده بالشكل ده. هعمل المقاسين التانيين. موضوع سهل جدا مفهوش اي تعقيد، وبيوفر طبعا من تمن القوالب بالشكل ده. دي اول مرة او اول ارتفاع عملته، هعيد عليه مرة تانية. هعمل الشكل التاني، اخر مقاس في الشيالة. معلش انا سرعت الفيديو علشان ما يطولش عليكم، بس تكون الفكرة وضحت. همشي طبعا مرة تانية وارفع الحواف بتاعت الشيالة بتاعتي عشان تبقى سمك الشيالة في الصب اعلى شوية. تمام الشكل ده. تمام كده. انا خلصت من من الرسم، والسيليكون بتاعي نشف وكل حاجة. هبتدي اسحب الورق من تحت عشان اعرف الشكل بتاعي، لاني هختبره دلوقتي
ده كمان انا هلزقه بلزق الدبل فيس عشان ما يتحركش نهائي. وهنبتدي نختبر الشكل بتاعنا. هختبر الشكل بتاعي ازاي؟ عايزة اعرف ما بيسربش ولا لا. هجيب نقطة لون على مية بسيطة كده واصبها جوه القالب. الجزء اللي هيسرب منها هرجع اعيد عليه بالسيليكون. طبعا لازم الخطوة دي مهمة جدا، دي هتبين لي لو في انحراف في الشكل بتاعي او ميل في اي جزء، وفي نفس الوقت هيتبين لي ان كان في اي جزء من الشكل عندي في اي جزء مفتوح يعني ممكن يسرب اي سوائل. هختبر التلات اشكال بتاعتي وبرضو هعرف الميل بتاع الشكل، هراجع عليه تاني مرة بالمسدس بأسفة بالميزان المية، وبجيب اسفنجة وابتدي اسحب بقى المية اللي جوه الشكل. كده اطمنت ان الاشكال بتاعتي ما فيهاش اي تسريب. هبتدي بقى اجهز الريزن بتاعي، نسب الريزن والخلط بتاعته انا هسيبها لكم برضو في فيديو لوحده في صندوق الوصف عشان ما يبقاش طويل. هبتدي بقى اجهز الالوان بتاعتي. انا هعمل شيالة 3 ادوار بتلات الوان، ده حسب طلب العميلة. عايزة اعمل اللون الجري، وعايزة اعمل اللون الاسود، وعايزة اعمل اللون البنك او الفوشيا. اول حاجة اللون المايكا الاسود دوبته وجهزته كده. طبعا باينة جدا الالوان المايكا بتلمع ازاي جوه الريزن، وبسيبها لحد ما تتقل خالص. يعني انا بقلب الالوان واجهز حاجتي واسيبها تتقل حسب نوع الريزن اللي اشتغلت بيه. انا اشتغلت بالكاست ديكوريشن، عملت اللون الاسود. وعشان اطلع اللون الجري فانا هضيف عليه جزء من المايكا الابيض او اللون اللؤلؤي. سبت اللون يتقل شوية وبدأت اصب. طمنا طبعا ان الاختبار اللي عملته للشغل ما فيهوش اي تسريب، وحتى لو في جزء ما خدتش بالي منه كان في تسريب، تقل الريزن اصلا بيمنع التسريب ده، او بيبقى التسريب بطيء. يعني ممكن بعد كده نصنفر الشغل بتاعنا وما يبقاش فيه اي مشكله. زي ما انتم شايفين كده الريزن تقيل فبيتفرد بالراحه خالص لان فيه تقل. تمام، نيجي نصب بقى الالوان التانيه. يا ريت تستخدموا جوانتي وجلافز يعني، وتستخدموا الكمامه. انا طبعا ما بعرفش اتحكم فيها قوي، فانا اي ريزن بيجي على ايدي بضطر ان انا اسيب الشغل بتاعي واروح اغسله، ده للامان. تمام كده، عندي الريزن اللون التاني. انا فضيت الشفاف في باقي الكوباية الاسود لاني انا هعمل لون جري، فمش هيضرني خالص اللون الاسود، بل بالعكس انا محتاجاه. هحط على اللون الاسود ده جزء بسيط من المايكا الابيض او اللون اللؤلؤي. اقلب المايكا كويس. انا ضفت لها كمان جزء من المايكا الفضي. اقلب كويس قوي ونصب اللون بتاعنا. نقدر طبعا زي ما تعودنا في فيديوهات الريزن اي بابلز موجودة نمشي بالولاعة، وهنلاقي البابلز دي كلها اختفت. اخر مقاس معايا استخدم فيه المايكا الفوشيا. نقلب برضو كويس عشان الالوان دي ممكن ترصب معانا لو ما قلبناهاش او تعمل تكتلات في الريزن.
انا استخدمت زي ما قلت لكم الريزن كاست ديكوريشن، طبعا هياخد مش اقل من 24 ساعة عشان تتصلب وتطلع من القالب بتاعها. شكل بعد ما عدى 24 ساعة والشكل اتصلب تماما، انا هعمل جزء كمية تانية من الريزن الشفاف عشان ادي الشكل التلميع واللمعة الاوفر، يعني تبقى لمعة زيادة زي الكريستال للشكل. فانا هعمل كمية تاني شفافة واصبها على القوالب بتاعتي. اقلب برضو كويس جدا. هنا بقى مش مشكلة ان انا اسيب الريزن يتقل او لا، لان هي كده كده طبقة شفافة للمعة. صبها على الثلاث اشكال بتوعي بالشكل ده وافرد الريزن على الثلاث اشكال. ده بيدي لها لمعة زيادة وبيديها شكل كريستالي. بعد برضو 24 ساعة تانية نبتدي بقى نطلع الشكل بتاعنا. بنرفع كده بالراحة، ممكن نرفع من تحت المفرش هيبقى اسهل، او نسحب السيليكون كده بيخرج القالب. طبعا هو القالب استخدام بيبقى مرة واحدة، مش هقدر استخدمه تاني زي قوالب السيليكون الجاهزة، بس طبعا اوفر بكتير من ان اسعار القوالب. ده ليه ميزة وليه عيب. عيب ان انا مش هقدر استخدمه مرة تانية، بس الميزة اني انا بوفر مبالغ القوالب، واحنا عارفين القوالب المستوردة اسعارها بدأت تغلى. كده شكل القالب بتاعنا طلع، هضغط عليها من تحت المفرش وتطلع معايا بكل سهولة. طبعا الوجهين لامعين. نبتدي بقى نشيل الزيادات، ويجي المرحلة التانية، مرحلة الصنفرة والتنظيف. هنشيل باقي القوالب بتاعتنا، تخرج بسهولة جدا والوجهين لامعين، مفيش اي مشكلة فيهم. نشيل القالب الاصغر، تمام كده. المرحلة اللي بعد كده مرحلة التنظيف والصنفرة. انا بستخدم الميني دريل، هسيب لكم برضو في صندوق الوصف فيديو ليه لطريقة استخدامه والادوات اللي بتيجي معاه. هو بصراحة ممتاز جدا، انا انصحكم ان انتوا تستخدموه، بيوفر عليكم في الصنفرة مراحل كتير جدا واسهل بكتير جدا من الصنفرة اليدوي والعادية. هنبتدي بقى نصنفر الاجزاء الزيادة الخشنة اللي ممكن تعور او تجرح زي كده. في الميني دريل في بدايل للصنفرة كتير، يعني في اكتر من صنفرة واكتر من جزء. نبتدي نشيل بقى البودر اللي خرج معانا ونلمع شغلنا كده. هبتدي احدد المنتصف بالظبط عشان اعمل الفتحة بتاعت الشيالة، يعني عمود الشيالة اللي انا هوصله بالظبط. احنا في الرسمة كنا حددنا القطر بتاع الدايرة بتاعتنا، فالقطر بتاع الدايرة بالظبط انا بجيبه وبالميني دريل ده في بنط للخرم بستخدمها. انا حطيت هنا قماشة عشان خاطر البنطة يعني ما تخرمش اي جزء تاني مسنود عليه الشغل، تمام. هعمل التلات اشكال بتاعتي، هشوف القطر بتاعها، النصف قطر بالظبط بتاع الدايرة، او احدد القطر بتاع الدايرة حتى لو بمسطرة، واعمل الخرم بتاعها. اخر بقى مرحلة لو انا حابة اخلي الاطراف او الحواف بتاعت الشغل بتاعي باللون الذهبي، بستخدم اللون المعدني ده وابتدي ادهن الاطراف بتاعتي، ودي بتبقى بداية الفينش خلاص. ممكن نعيد عليها اكتر من مرة، بس بتدي مظهر جمالي جميل جدا للشيالة، خصوصا ان انا هركب في الشيالة
عمود لونه ذهبي، فانا همشي الاطراف كلها كده بالفرشة باللون الذهبي. طبعا يعني لو عجبكم الفيديو شير ولايك ورنوا الجرس وسبسكرايب بالشكل ده. اخر حاجة بقى نبتدي نركب عمود الشيالة عشان نشوف شكلها في النهاية ايه. وانا بعمل الفتحة بتاعت اكبر طبق عملت مجرى عشان المسمار يبقى موجود جواها، يعني المسمار لما اجي اسند الشيالة على الترابيزة مش هيبقى عالي. طبعا شايفين لمعة الريزن واضحة جدا في الشيالة، وده طبعا عشان حطينا الطبقة الشفافة هي السبب في اللمعة الفظيعة اللي بتبقى في الريزن في النهاية. وده اخر دور من الشيالة. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وادعمونا بلايكاتكم وكومنتاتكم الجميلة.